بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في قناة أخبار عاجلة، أهلا بكم من جديد. في بيان رسمي نادي بيراميدز يعلن عن مالكه الجديد. في البداية بدعوك عزيزي المشاهد لو بتشاهد قناتنا لأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس يوصلك منا كل جديد. أعلن نادي بيراميدز عن مالكه الجديد الإماراتي سالم الشامسي في بيان رسمي أصدره مساء الخميس، وقال بيان صادر عن النادي: يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي على بيراميدز اف سي، ويأتي هذا الاستحواذ انعكاسا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعما لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر والتي أثبتت التجربة العملية نجاحها. ويوجه المالك الجديد أسمى آيات الشكر إلى المالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ على رؤيته الثاقبة وما باذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة. وأتم البيان: ويؤكد المالك الجديد على رغبته الجادة في استمرار هذه التجربة الاستثمارية على النحو الذي يعود بالنفع والخير على مصر وشعبها وجماهير الكرة المصرية. وكان الشامسي من أعضاء إدارة بيراميدز قبل أن يستحوذ على أسهم النادي. وقبل يومين أعلن بيراميدز عن تولي ممدوح عيد مهام الإدارة التنفيذية للنادي خلال المرحلة المقبلة، ويتولى ممدوح عيد منصب المدير التنفيذي للنادي خلفا لمحمد جمال العاصي الذي كان يتولى المنصب قبل إعلان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية تنازله عن حصته في نادي بيراميدز بعد انتهاء الموسم الجاري وقرر خوض تجربة جديدة في أوروبا. في النهاية بشكر حضراتكم مشاهدينا متابعينا، ولا تنسوا دعمنا بلايك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.